الآن راح نروح مع فقرة اللي قلنا لكم عليها اللي هي تهم الفنانين وكل شيء له علاقة بالفن والجمال بشكل عام. راح ناخذكم مشاهدينا إلى آرت دبي اللي عاد من جديد وبقوة هذه السنة، وكل التفاصيل راح نعرفها مع هيا. صباح الخير يا هيا. يسعد صباحك يا هاني، زي ما قلت عاد من جديد وبهاي السنة أكبر سنة منذ افتتاحه. نعم. سنة 2007 ورجع لبيته الأصلي. هذيك السنة تغير شوي علينا مع الوضع. نعم. بس هاي السنة رجع لمدينة جميرة. أنا هلأ موجودة هون اليوم، حأبدأ معك بتور. أنا هلأ قدام إنستليشن لإكزافير بيون اللي هو معمول. هاي الإنستليشن اسمها الموبايل. مهمة جدا أن انعملت لأرت دبي، معمولة من خشب وكاربون عم بتلف هلأ. هو معروف لعادة بعمل إنستليشنز مثل هاي الطابة، طابات كبيرة وين فيك تمشي من خلالها وحدها. حأمشي معك أخذك بتور معانا. هاي السنة أرت دبي بيشمل 44 دولة وأكثر من 100 جاليري. فنبدأ هيك تشوف شوي حوالينا. متى الافتتاح؟ الافتتاح صحيح، هذا أهم شيء. الافتتاح هو يوم الجمعة بعد يومين وليوم الأحد. ماشي، فتأكدوا أنكم تجيبوا تشتروا تذاكركم وتحجزوها، لأنه فيكم تشوفوا التذاكر هاني ليوم واحد 60 درهم، للثلاث أيام 100 درهم. متأسس معرض أرت دبي في 2007 وهي المنصة الأولى لمشاهدة أعمال الفن الحديث والمعاصر. سوري في ناس جنبي عم بحكوا بصوت عالي. زي ما قلت، المنصة الأولى لمشاهدة أعمال الفن الحديث والمعاصر من الجنوب العالمي، وفيكم كمان تشتروا هاي القطع الفنية. بضم المعرض أقسام معاصرة وحديثة وبيشمل برامج جامعية وتعليمية على مدار العام. نعم. كمان بأفرجيك هون هذا الجاليري هون. هذا الجاليري من أهم الجاليريز اللي إحنا فيه، وفيه من أغلى القطع الفنية. مش بقدرش أقول لك قديه حقه، بس فيك تيجي وتشوف. بس هنشوفها على الأقل، ما نعرف السعر. فيك تشوفها. هاي هنا هي أغلى قطعة فنية هاي السنة. وبدي أخذك كمان في دبدوب مهضوم بأفرجيكم إياه. فشايف في جاليريز مختلفة. ممتاز. وايضا في يعني في من الجيد انه في مجال للشراء، يعني كثير من الزوار متذوقين الفن ممكن يشوف شيء يعجبه قادر انه هو يقتنيه. صحيح، ملان في اشياء ممكن تعجبك هيني بقول لك. بس نعم. كمان شيء جديد هاي السنه هاني اللي هو كثير مهم هو الديجيتال ميديا. في غرفه كامله ما حنقدر نوصلها لانه نمشي لها بدنا شيء 6 دقائق. نعم. بس الديجيتال ميديا اللي بتشمل كريبتو ان اف تي، بس كمان للناس اللي ما لها خص بعالم الكريبتو ان اف تي، في ديجيتال ميديا كلها سكرينز. وكمان بتعلمك شوي اكثر عن الفن للناس اللي لسه جديد عم تفهم هاي المواضيع او نعم. بدها تعرف عن هاي المواضيع. فيك تشوفها. تعال نشوف الدبدوب. شوف الدبدوب. وايضا يعني اعتقد انه ايام او يوم واحد يمكن ما يكون كافي، لانه الدبدوب لا عشان هيك انا عم بقول. ايوه بالضبط، اظن كل حدا راح يصف الدور هون ليتصور مع هذا الدبدوب. والله خلينا نشوف الدبدوب اكثر. والله بس يلا معك لكن بدي اشوف الدبدوب اكثر. بدي اشوف الدبدوب. يعني هو هذا مو دبدوب، هذا دب. أنا ما هو قلت لهم تادي بير، قالوا لي قلت لهم لا هذا دوب مش تادي بير، قال لا تادي بير. قلت لهم طيب ماشي زي ما بتكون. ممكن. أوكي، بدي أخذك على جاليري من جدة اسمها أثر جاليري، من الجاليريز المعروفة، حط معروضة هون. يعني فيكم كمان الشيء حلو هاني، فيك تيجي تفتش على البلاد اللي أنت حابب تشوف شو بتعرض وشو عم بتسوي. فهون عندك أثر جاليري، ولفتوا انتباهي هدول الصورتين اللي هن للمدينة ولمكة. وهن فعليا لما كانوا يعطوا هدايا لل وقفوا هون، هي فعلا زي سكارف كان ينعطى كهدية لما يجوا يزوروا
يعني بريزيدنتس او لا لما يجي يزور السعوديه ويعطوهم اياهم كهديه، بس هو قبرهم وعمل عليهم فن الخرز. اسم الفنان هون سلطان بن فهد اللي عمل هدول الانستليشنز الفنيين، لازم تقرب عليه لتشوفه اكثر. فأكيد لازم تيجوا، يعني حتى التصوير ما بعطيكم فكرة فعلا شاملة، لازم تيجوا تخوضوا هاي التجربة. احنا نقول دعوة عامة، دعوة تشوف، تعال نشوف، دعوة والله دعوة عامة لا يمل يا هيا، لا يمل ابدا. نقول انه يوم الجمعة هو الافتتاح ومستمر الى يوم الاحد 3 ايام، المجال صحيح مفتوح للجميع، والتذاكر يعني في المتناول، ونتمنى ان شاء الله النجاح لكل الفنانين وكل قائمين على أرض دبي. شكرا لك يا هيا، وترجعين بالسلامة إن شاء الله.